متوسط عدد السيارات الجديدة المباعة سنويا في الكويت ما يقارب من 115 ألف سيارة، أما عدد السيارات المستعملة المعاد بيعها سنويا فهو ما يقارب من 400 ألف، أي 3 أضعاف السيارات الجديدة. عملية بيع أو شراء سيارة مستعملة تستلزم الكثير من الوقت، وربما تستغرق عدة أيام أو أسابيع. المشتري حتما سيلجأ للطرق التقليدية، إما البحث أونلاين أو من خلال مكاتب السيارات. أولا، مرحلة البحث عن سيارة مناسبة من حيث السعر والمواصفات والنوع، ثم بعد ذلك الاتصال بمالك السيارة لترتيب موعد، ربما تجده غير متفرغ أو في منطقة بعيدة. وإذا تمت المقابلة وتمت معاينة السيارة سيتم الترتيب من أجل الفحص الفني، وقد تكون نتيجة غير جيدة، وهنا ستبدأ رحلة البحث والمعاينة والفحص من جديد. وإذا كانت النتيجة جيدة وبعد تراضي الطرفين على سعر البيع النهائي، سيتم الانتقال إلى تحويل دفتر السيارة ونقل الملكية، مجهود كبير يجعل عملية الشراء شاقة ومتعبة. أما البائع كذلك أمامه رحلة بيع شاقة. بائع السيارة المستعملة سيكون أمام اختيارين، أولهما أن يقوم بتصوير سيارته وعرضها أونلاين عبر كل مواقع وتطبيقات البيع الإلكترونية، ثم تتوالى عليه عشرات الاتصالات الهاتفية بالاستفسارات من الراغبين في الشراء، فضلا عن مسألة التفاوض على سعر البيع حتى يصادف مشتر جاد. وإذا رغب في شراء راحة باله حتما لن يسلم جيبه من الأمر، سيلجأ إلى عرض السيارة من خلال مكاتب بيع السيارات وتفويضهم في عملية البيع مقابل نسبة، وحينها سيترك سيارته معروضة لفترة قد تطول لأسابيع. ما الحل إذن؟ الآن يمكنك شراء أو بيع سيارة مستعملة بالسعر الذي ترغب فيه نقدا أو بتسهيلات، وتقوم بفحصها وتحويل دفترها في نفس اليوم. نعم، في نفس اليوم. الآن بالكويت أول وأكبر معرض للسيارات المستعملة، معرض موتور شو، المعرض الأول من نوعه، والذي سيمكنك من شراء أي سيارة مستعملة وتقوم بتجربتها وفحصها والتأمين عليها وتحويل ملكيتها في نفس اليوم. وإذا كانت لديك الرغبة في الحصول على تسهيلات تمويلية أو قرض لشراء سيارتك، ستجد كل ذلك بقسم خاص داخل المعرض يضم البنوك وشركات التسهيلات. أضف إلى ذلك، بعد إتمام عملية الشراء وترغب في إضافة لمساتك للسيارة أو تزيينها أو استبدال أحد الأجزاء، وفرنا لك قسما مستقلا بالمعرض يضم العديد من محلات الزينة والإكسسوار، كل ذلك مع توفير كافة سبل الراحة للزائرين والعارضين من صالات مكيفة والعديد من أماكن الاستراحة والمطاعم لتسهيل عملية البيع والشراء، وكذلك سهولة الوصول، حيث يقام المعرض بأرض المعارض بمنطقة مشرف. يتم عرض السيارات في معرض موتور شو بطريقتين، العرض المباشر أو المزاد. سيتم صف السيارات في أقسام مستقلة للعرض المباشر، السيارات الأمريكية، الأسيوية، الأوروبية، قسم الدراجات النارية، قسم المركبات البحرية، ثم أقسام مكاتب السيارات والوكالات التي لديها قسم للسيارات المستعملة. يتوافد الزوار على المعرض ويتنقلون بين أقسامه المختلفة للمعاينة، وإذا وقع الاختيار على سيارة بعينها يمكن للزائر أن يتفاوض مع مالك السيارة مباشرة، والتفاوض والاتفاق، ثم ينتقلون لشركة الفحص الفني المعتمدة داخل المعرض، ومنها إلى مكتب الإدارة العامة للمرور بنفس الصالة لتخليص كافة الإجراءات. في موتور شو صممنا طريقة عرض مميزة ومبتكرة للسيارات المستعملة عن طريق المزاد، مدخل خاص لمنطقة السوم، تدخل السيارة على سجادة حمراء في أجواء إضاءة لتظهر التفاصيل. أثناء دخول السيارة يستقبلها الدلال مع مكبرات الصوت في حضور أعداد كبيرة من المزايدين. يبدأ الدلال في استعراض مواصفات السيارة المسجلة مسبقا في طلب الاشتراك، وكذلك عرض نتيجة الفحص الذي يجب إتمامها في نفس يوم العرض أو قبله بيومين بحد أقصى، ويتم بث ذلك تلقائيا في شاشات عرض كبيرة لإتاحة الرؤية لأكبر عدد من الحاضرين. تبدأ عملية المزايدة إلى أن يتم إغلاقها لصالح أحد المزايدين، ثم يصعد مع بائع السيارة ومسؤول من الشركة المنظمة لتقديم الدعم والمساعدة حتى إنهاء باقي الإجراءات
ونقل الملكية. تقدم الشركة المنظمة خدمة عرض جميع السيارات المشاركة عبر تطبيق المعرض الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي خلال فترة المعرض، حيث العدد الهائل من المتابعين مما يزيد من فرص البيع والشراء. وإذا لم تحظى سيارتك بفرصة للبيع خلال أيام المعرض، سيستمر عرضها عبر التطبيق وحسابات التواصل الاجتماعي لضمان الاستمرارية حتى بيعها. المشاركون بالمعرض: وكالات السيارات، مكاتب بيع السيارات، البنوك، شركات التسهيلات، شركات التأمين، شركات الفحص الفني، شركات الزينة والإكسسوار، شركات الإطارات، شركات الزيوت، الكراجات. الحملة الإعلانية: قامت الشركة المنظمة بترتيب حملة إعلانية متكاملة تغطي جميع الوسائل الإعلانية. حملة إعلانية موسعة أو دور على جميع الطرق الرئيسة، حملة إذاعية متنوعة بالراديو قبل وخلال فترة المعرض، حملة إعلانية مكثفة عبر السوشيال ميديا، دعوة العديد من مشاهير المجتمع لحضور الافتتاح. في حال رغبتم في إدراج سيارتكم المستعملة بمعرض موتور شو، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الموضح، كما يمكن التواصل مع الشركة المنظمة عبر الأرقام التالية.